الله ايوا ها انت هدى غادي تمشي يعني غادي نمشي ندي ديك السيده اللي خيطت ليها هادي فصلتها لها وقديتها لها غنديها لها يا ربي تخلصني يا ربي امين قالت لك بغاتها للعيد ايوا الله يرضي عليك رد البال لساره الله يرضي عليك صافي يلاه قالت لك بغاتها للعيد ايوا الله يرضي عليك رد البال لساره الله يرضي عليك صافي ردي البال بعضياتكم ديروا معايا يا ربي تخلصني غير باش نشري العيد يا ربي امين يا ربي امين تخلصك يا ربي امين يلا الله يعاوني يلا ردي البال بنيتي البال بسم الله يا ربي يا ربي يا ربي غلات الوقت غلا والحوال نعيد الكبير قرب وماما مسكينه ما عندها باش تشري لينا العيد وضروري العيد يتشرى مشكيله والله ما قدرتش نعاون ماما باش حاجه نمشي نخدم شي حاجه ولا نمشي حرفت الباكا وما ما خلاتنيش نمشي نخدم زعما لا انت بغيت داكشي اللي ما محتاجينش اويلي داكشي ما عجب لينا تا خبزه بغا خروف حسب هاد الصالون اش بغيت لك ديما غير في الداري وحده نبيعوها وعرفتي شحال ديال الفلوس وداكشي في الفريز بزاف حمدات على الفرق ايش كيدير تيبيع العادات ودير الفلوس في داكشي بصح كي لي بالله بعنا هاد الصالون كان الصالون اللي تحت نقلت عليه عجبان ليك بصح تا نخدم ان شاء الله نخدم لي حاجه كبيره ونشري لماما صالونات ماشي غير صالون بصح ولكن دابا ما تقدريش نهز هاد الشي كامل ما خدتيش مثلا غير دوخي هاد السداري وهاد الوسادة ودو هاد الوسادة ديال الوسادات ودو هادي درهم ثمن والتقنية اللي بعشرة درهم المهم اللي
يقطع كتيني كتيني داكشي ديال الكريان انا تاع ومشيت لها واحد اللعيبه هنايا تتشد هذه عندها جوج دير 10 دراهم بسم الله هاك اختي فين هو الجيبان اختي هاك 10 دراهم الله يعاون الله يحفظك الله يعاون سوا الوالده السلام عليكم معكم السلام يلا اختي هاد المضربه هادي شحال هاد المضربه هادي 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 عمي هانت شو راه مليحه ها وشوف مزيانه والله الا مزيانه والله الا كنعس عليها وغنعطيها لك شحال 350 درهم هلا بزاف وطيبي معايا الديار العداده والله الا باغي معاك عاد اللي نعس عليها الدراري الصغار لا عمي والله الا 350 درهم بزاف والله الا بزاف خليها لي 20 درهم شو عندي معاك اخر دوي معاها هي بست الدرام وخلي لي بنتي فلوس طاكس الله يحفظك اودي الله يحفظك بقيتي فيا والله تبقيتي فيا شوف نخلي لك فلوس ديال الطاكسي هاك الله الله يحفظكم الله يوفقكم ومبارك هو يشركم الله يعاون الله يعاون الله بركة عليا لا كتعطيني ما كتعرفيش تبيعي بعتي لي مضربة ب 20 درهم لا الله يخليك بعتي بست الدرام ست الدرام انا ديك ديال الحمام بعتها ب 10 دراهم متاخرها وكل عليك الله السلام عليكم ها بنتي لاباس عليك لا لا تسلي لي بنت شحال يا عم عمي سلو هذا هذا عام 100 درهم 100 درهم ويلي بزاف 100 درهم بزاف 100 درهم لا والله ما نقدر ندير معاك شي ثمن والله والله الا 100 درهم ثمن مناسب والله ضربوا بنيتي ما فيها بس وصحيح لي تحال اكيد لي عندنا واحد عمتي من الخارج خليط الله الا كنت نوقف عليه والله ما عمرو تهرس طاح بها غير واحد ثلاثه المرات والله جرب 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 خلوا جرب ما هاك حيت انا باغي نبني باغي باغي شي زيجات باغي ندير ليهم الدار هكا فوق السطح فهمتي والو انا باغي نبني بها المهم اجربها غنبقى ندير الصحة وغنبقى صارت ليام تبدلت الحوال